من الوهلة الأولى يبدو كشلال عظيم، هو ليس كذلك، فما يبدو في الصورة شيئا يكون في الواقع شيئا آخر. بعد طول ترقب وجفاف عانت منه عدد من المناطق اليمنية، شهدت البلاد هطول أمطار غزيرة سرعان ما تحولت لفيضانات وسيول غمرت أنحاء مختلفة من الجمهورية. تتحول النعمة أحيانا إلى نقيضها، فبلد لا يمتلك أي مؤهلات لمواجهة الكوارث الطبيعية ولا حتى لتداركها، بالتأكيد ستتحول فيه نعمة الأمطار إلى كارثة، ومن لم يلقى حتفه بالكوارث البشرية سيلقاها بالطبيعية منها. مياه الأمطار والسيول الغزيرة جرفت السيارات والأراضي الزراعية، كما تسببت في تهدم منازل وسقوط قتلى وجرحى. أكثر المناطق تضررا كانت محافظة حجة، ففيها لقي 14 شخصا مصرعهم جراء انهيارات صخرية بسبب الأمطار الغزيرة، وما يزال هناك أشخاص آخرون في عداد المفقودين. تدفق السيول الشديدة جرف عددا من المركبات ودمر مساحات زراعية واسعة ومضخات المياه، وأدى لانقطاع الطرقات بين محافظتي حجة وعمران. وفي عمران غمرت مياه السيول عددا من المديريات خاصة في مدينة عمران القديمة، مخلفة أضرارا في الممتلكات. أما في محافظة الحديدة داهمت السيول مئات القرى وجرفت في طريقها المواشي، ما دعا بالسكان لتوجيه نداءات استغاثة، لكن لم يستجب لها أحد لغياب الدولة واختطافها. وفي عدن تحولت الشوارع إلى بركة كبيرة من المياه، فالأمطار غمرت الحارات والطرقات وحتى بعض المنازل. لأول مرة منذ عشرات السنين تغمر صهاريج عدن التاريخية بالمياه، مما ينذر بكارثة وشيكة وغرق تلك المناطق المحيطة بها. بالرغم من هذا يبقى هناك الكثير ممن تسعده كثيرا تلك الرشفات من الأمطار، والتي تعيد إحياء بعض ما أماتته الحروب على هذه الأرض.